سوسه سوسه سوسه. رجعنا لكم مره ثانيه الفقره اللي مكسره الدنيا في الحقيقه، وناس كتير قوي بتقعد تستناها عشان تعرف معلومات ازاي نربي عيالنا الصغيرين. والنهارده هنتكلم عن ولادنا في سن المراهقه، هو اصعب سن. وماما نانسي توفيق النهارده قاعده كده مستعده، وشكل الحلقه هتبقى ضرب نار. صح؟ ازيك يا شريف؟ ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. حلوه؟ الحمد لله. قولي لي بقى، كل حد فينا، كل اب وكل ام، اول ما بيخلفوا بيبقوا فرحانين قوي ومبسوطين، الاولاد يبقوا صغيرين ومشاكلهم صغيره زيهم، وتلاقي كل شايل هم فتره المراهقه. طيب انا قبل ما اوصل للمراهقه ازاي انا كأم وكأب استعد للفتره دي؟ هل ممكن نعدي مراهقه امنه؟ ممكن نعدي مراهقه امنه. هل لازم فتره المراهقه دي تكون كلها مشاكل وصراع وخناقات وحبس وقهر؟ لا، ممكن تعدي ان شاء الله بسلام لو انا مستعده لها من الاول، لو انا مرتبه نفسي على ان دي مرحلة انتقالية. فترة المراهقة من أهم المحطات في حياة ابني أو بنتي. هنقول نبدأ من الأول خالص، ونقول منظمة الصحة العالمية أقرت إن فترة المراهقة بتبدأ من 10 ل 19 سنة. زمان أو كان بعض الدراسات قبل كده كانت بتقول إن المراهقة دي من 12 13، بس مع التطور والحياة واختلافات الدنيا كلها حوالينا بدأت المراهقة تبقى في سن مبكر أكتر من الأول. ده من 10 سنين ابني بيبدأ الحاجات اللي كانت بتعجبه قبل كده ما بقتش بتعجبه دلوقتي. أنا بالنسبة لي ابني الصغير ده اللي مربياه ولسه كان بيسنن وبعلمه المشي، هو هيفضل طول عمره في عيني صغير، بس هو من حقه إنه يبدأ يحس بالتغيير. لو أنا مهيئة نفسياً إن الفترة دي هيحصل فيها تغيير شامل، تغيير في مخه، تغيير في هرموناته، تغيير في جسمه، كل الحاجات دي لو مهيئة لها بالتالي هقدر ان انا اساعده. الطفل في المرحلة دي اللي بينتقل فيها من الطفولة للرشد محتاج ام واب اصدقاء، مش محتاج حد يرهبه، مش محتاج حد يعنفه، محتاج يحس انه فيه ودان تسمعه في البيت. ليه؟ دايما لما بتيجي تسأل ولو نزلنا الشارع سألنا ايه اكتر حاجة بتخوف الام والاب والعيلة عامة من سن المراهقة، يقولك ان ابني يتعرف على صديق سوء فيعرضه لتدخين، لشرب مخدرات، لعلاقة غير محترمة. كل الحاجات دي اكتر حاجات بتخوف البيت. التلات حاجات دول مش ممكن يبقوا موجودين لو انا عندي علاقة كويسة بيني وبين ابني، لو انا مصاحباه، لو هو مش خايف مني، لو هو بيستمد معلوماته الأساسية اللي هنتكلم عليها دلوقتي مني انا. لازم اكون عارفة اني المصدر الاول في معلومات ابني او بنتي في الفترة دي. بقعد مع ولادي وبفهمهم ان هيحصل تغييرات، هيحصل تغييرات في مخهم، هيحصل تغييرات في جسمهم. بلاش ابني يعرف ده من فيلم ممكن يشوفه من واحد صاحبه، بلاش بنتي تعرف ده من واحدة صاحبتها في المدرسة، خليني انا المصدر الاول للمعلومات. بقعد مع ولادي وما بيكونش القعدة دي يلا بقى تعالوا انا هحكي لكم ايه اللي هيحصل لكم، لا، احنا بنكون في نقاش مفتوح بينا، وبقول لهم على فكره الفتره دي فتره انتقاليه، زي ما كنتوا صغيرين وبتاكلوا بالببرونه وبداتوا لما يبقى عندكم اسنان. طب عايز اسالك سؤال. اتفضل. تفتكري لازم نقول لهم الكلام ده ولا احنا هنتعامل معاهم على هذا الاساس؟ يعني خلي بالك لان في حاجه ساعات بتحصل للولاد والبنات في السن ده، لما تقعدي تتكلمي معاهم بصوا بقى حبايبي انتوا خلاص بتكبروا وجسمكم بيتغير وطريقة التفكير هتتغير وهي فترة صعبة بس تعالوا نستحملها مع بعض. في ناس ما بيحبوش يتقالهم كده، أو يتقالهم بطريقة اندايركت، بطريقة غير مباشرة، ما اقولهاش خبط لزق. فاهمة قصدي؟ فاهمة قصدك. وكل واحدة فينا كأم عارفة ايه الطريقة المناسبة لابنها أو بنتها. في زي ما أنت قلت أطفال ما ينفعش ياخدوا المعلومة بطريقة مباشرة، وفي أطفال ممكن أقولها لهم على طريق إن أنا لما كنت صغيرة كنت مخضوضة إني بدأت يحصل عليا تغيير وما كنتش عارفة أتصرف إزاي ورجعت لأمي ورجعت لأبويا. أنت على حسب شخصية ابنك أكتر واحد بتبقى عارف هو هينفع معاه أكتر طريقة تبقى عاملة إزاي. بس أنا مع أرجوكم ما تتكسفوش من أولادكم، أرجوكم ما تخليهمش يستمدوا ويعرفوا المعلومات دي من بره، في منتهى الخطورة إن ابني يعرف من صاحبه التغيرات اللي هتحصل له دي هتبقى إيه. أرجوكم أنتوا كونوا المصدر الأول. تاني حاجة عايزة أبقى صاحبتهم، أبقى صاحبتهم إزاي؟ ما ركزش طول الوقت على إن كل همي أعرف
الواجب اتعمل فيه ايه؟ اه ركزي على الواجب وركزي على الدراسه وركزي على الجدول بتاع التمارين وركزي على كل ده، لكن ما يبقاش هو ده شغلي يشتغل 24 ساعه ما بتكلمش غير في كده. قولي انت عملت ايه مع اصحابك النهارده؟ ما تيجي اعمل لك عزومه ونلم اصحابك او صحباتك ونخرج مع بعض. الاطفال في الوقت ده وبقوا اسميهم اطفال ان هم لسه اطفال، هم احنا بيهيئ لنا عشان بيبدا يكبر، يعني حجمهم بيبدا يكبر وطريقتهم وصوتهم بيتغير، فبيبدا نحس ان هم ايه ده كبر عليا. لا هو لسه محتاج الحب والحنان، فعشان كده بقول عليهم اطفال. بيبقى محتاج انه يتسمع، محتاج انه يحس ان ماما دي اقدر لو عملت حاجه اروح اقول لها عليها. اتكلمي معاه وهاتي اصحابهم. الاولاد في الوقت ده بيكونوا نفسهم يحسوا باستقلاليه وبخصوصيه، فتلاقي الولد منهم قافل على نفسه باب الاوضه، او البنت قاعده حاطه السماعات مثلا في ودانها. خبطي عليه، حسسيه انك بتحترمي خصوصيته. ممكن اتكلم معاك دلوقتي ولا الوقت ده مش مناسب؟ كل ما هتحسسي ابنك او بنتك انك مقدره ان هو ما بقاش البيبي اللي بتاخديه في ايدك وتنزلي، كل ما هو هيبقى عنده مرونه انه يسمع منك اكتر، غير لما تدي اوامر اوامر اوامر. اتكلم معاه في حياته، اتكلم معاه انت يومك ماشي ازاي، اصحابك عاملين ايه، اخده واخرج مع اصحابه. الطفل في السن ده بيكون عايز يبقى عنده اصحاب ومنفصلين عن البيت، يعني عايز ينزل يخرج ان شاء الله يقف قدام باب العماره، ان شاء الله يقعد على قدام باب النادي، بس عايز يحس باستقلاليه. راقبي، وحضرتك راقب، بس راقب مش بصفة المحقق اللي هو أنا شاكك إن أنتوا بتعملوا مصيبة. راقبه لكن عشان أنت خايف عليه، فهمه أنت بتخاف من إيه. طب عايز أسألك سؤال، في كتير في مصر بيتطلقوا، يعني نسبة الطلاق عندنا رهيبة وبيتطلقوا والولاد في السن ده، وده بيأثر نفسي بطريقة سلبية قوي على الولاد والبنات في الفترة دي. الاب والام بقى من خلاص العيال يا اما هيعيشوا مع ده يا اما مع ده، ففي حاجه نقصت، يعملوا ايه الاب والام؟ الاب والام لازم قبل سن المراهقه متفهمين ان بعض العلاقات والزيجات اللي كانت اللي فشلت بيبقى في دايما صراعات بين الاب والام. قبل فتره المراهقه محتاجه وجود الطرف الثاني، يعني لو الولد او البنت عايشين مع الام محتاجه ظهور الاب، لو الولد والبنت عايشين مع الاب محتاجه ظهور الام. يفضل ان انا يكون عندي علاقه كامله الاطراف، ما اكونش انا قايمه بدور الام والاب. فلو انا مش قادره اتعامل مع زوجي السابق بتعامل معاه عشان خاطر الفتره دي الولد والبنت يحسوا فيها بامان، لان هي فتره عارف في علامه استفهام للولد والبنت، فهم اوريدي لوست، هم مش عارفين احنا بننتمي للكبار ولا بننتمي للصغيرين، فعشان كده حتى الهرمونات بتعمل تقلبات مزاجيه، فتلاقيه فجاه كان قاعد جنبك وحضنك وتاني يوم لا يا مامي ما تقعديش جنبي او ما تجيش جنبي. فلازم عشان احنا نكون قادرين نعدي الفتره دي نكون عندنا مرونة في التعامل مع الطرف الآخر لو هو مش عايش معانا في البيت. الولد والبنت أسيبهم يخرجوا، أديله المساحة بتاعته. كتير من الأمهات يقولوا لا ده ممكن يتعرض لحاجة، ممكن لا قدر الله يتعرف على ناس. طيب حضرتك لو أخدتيه في النادي وقعدتي بعيد عنه وهو سبتيه يحس بخصوصيته باستقلاليته، أنت شايفاه من بعيد لكن محسساه أنه عنده المساحة اللي قادر يتحكم فيها في حياته وفي تصرفاته. فراقبي لكن من بعيد، خديهم واخرجوا مول السينما لو عايزة ولادك يدخل، دايما الولاد في السن ده بيحبوا يدخلوا السينما. أخلي أقعد بره أو أحجز كرسي بعيد وأخليه هو مع أصحابه أو هي مع أصحابها. حسسوهم أن أنتم متقبلين فكرة أن هم بدأوا يكبروا. الموضوع كبير وهنقسمه الحلقات وهنشوف أنت عامل إزاي. يعني المرة الجاية هنكمله إن شاء الله. إن شاء الله. ميرسي يا نانسي، اشكرك يا شيخ، شرفتي ونورتي كالعاده. ميرسي لنانسي توفيق، ثانك يو. ميرسي لنانسي توفيق على وجودها معانا النهارده. تعالوا نسمع اغنيه لطيفه وبعد كده ناخد فاصل، بعد الفاصل هنرجع لكم في الورشه مع استاذ طارق ابو العزم مؤسس مشروع فاترينا للاحذيه. خليه عندنا في 14 شريف لو سمحتوا. مزيكا.